اللواء بن بريك يطلع على نشاط مؤسستي نور السلام وأسرتي لرعاية الطفل والأسرة. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع السفراء المعتمدين لدى اليمن من الدول الشقيقة والصديقة، ويستقبل سفير اندونيسيا لدى اليمن. محافظ حضرموت يعزي عضو مجلس النواب المهندس فؤاد واكد في وفاة عمه. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن الامتحانات النهائية بكلية المجتمع بسيئون. والحزام الأمني في العاصمة عدن يضبط أجهزة اتصالات توجيه المسيرات، ودفاع شب يتصدى لهجوم إرهابي نفذته القاعدة بالمصينعة.